السلام عليكم. إذا ما أخبار المحترفين المغاربة وبداية مع ياسين بونو؟ حيث أن ياسين بونو مرجعش البارح للعاصمة الأندلسية بعد الخسارة ديال كأس السوبر في أثينا، وتوجه الحارس المغربي مباشرة للسعودية باش يكمل الاتفاق ديالو مع الهلال اللي غادي يدفع 21 مليون يورو لفريق إشبيلية. ياسين بونو غادي يغادر إشبيلية بعد 4 مواسم قضاها مع إشبيلية، فاز من خلالها بأوروبا ليغ مرتين وتأهل إلى دوري أبطال أوروبا 4 سنوات متتالية. العنكبوت المغربي كيتعتبر بالفعل أحد أفضل الحراس والأفضل في تاريخ إشبيلية. أما بالنسبة لسفيان مرابط آخر الأخبار كتقول بأن يورغن كلوب جدد اتصال ديالو شخصيا بسفيان مرابط لاعب فيورنتينا في محاولة الإقناع ديالو باش ينضم لقلعة أنفيلد. الخبر تنقلته صحف إيطاليا وهولندية اللي أكدت أن المدرب الألماني منح إدارة فريق الضوء الأخضر باش يتفاوضوا مع إدارة الفيولا حول عقد مرابط من أجل الضم ديالو لصفوف ليفربول في أسرع وقت. وكتأكد ذات الصحف أن كلوب لجأ للمرابط كحل بديل بعد ما عجز على إقناع مويس كاسيدو مفضلا اللاعب لنادي تشيلسي اللي اشترى عقد اللاعب خلال اليومين الماضيين مقابل 133 مليون أورو. تبارك الله، دابا مرابط غير 30 مليون وحاصلين معاه. شوف دابا باش تعرفوا الجنسية كتلعب دور كبير، لأنه لو كان مرابط شي واحد شي لعاب مثلا إيطالي ما غاديش تلقى كداير شي 180 مليون على حساب اللعب ديالو. وكان كلوب كيبحث على لاعب يشغل مركز وسط الميدان الدفاعي بعد رحيل ثنائي فابينو وجوردان اللي مشاو للسعودية قبل أيام. أما بالنسبة لحكيم زياش فكل عارف بأنه كيتعرض مضايقات من الإعلام الهولندي مباشرة بعد الاتفاق ديالو مع نادي غالاتا سراي. ادعى الإعلام الهولندي بأن زياش فشل في الاختبار الطبي وهو أمر كاذب بالمرة، حيث أن زياش نجح في الاختبار الأول اللي قام به في لندن على أن يقوم بالاختبار الثاني اليوم لإنهائه، وبعد ذلك السفر مباشرة لتركيا للحق بالنادي ديالو اللي غادي يتهيئ للموسم الكروي الجديد. يعني باش تشوفوا الحقد ديال الهولنديين، مازال شاد حاقدين على حكيم زياش لأنه ما بغاش يلعب في المنتخب الهولندي واختار المنتخب المغربي. لهذا راه واحد العنصرية كبيرة في أوروبا هي ما كيبينوهاش، ولكن الصحافة ديالهم كتبين كلشي. غير تشوفوا بأنه تيقول لك راه فشل في الاختبارات، فشل في الاختبارات المرة الثالثة، ومرجعو حتى مع باريس سان جيرمان راه فشل في الاختبارات. ما قالوش بأن راه تشيلسي اللي عرقلات الصفقة وبغات تسيفطلو الأوراق ديالو. أما بالنسبة لأخبار البطولة الوطنية، عطية الله يعني كيحسم في الوجهة ديالو وتوصل باتفاق بين الرئيس ديال النادي الوداد واللاعب، صافي وتوصلوا لواحد الاتفاق باش يستمر عطية الله رفقة الوداد الموسمين بعد تسوية كاملة الملف المستحقات السابقة والعالقة، والتطلع لصفحة جديدة باستمرار عطية الله رفقة الوداد هو الذي تخلف على البطولة العربية في السعودية وبقى كيدرب على انفراد. دابا كتسمى الوداد بحال دابا خداو لعاب مجاني، يعني بنظر القيمة ديال عطية الله دابا عاد ارتاحوا الوداديين لأنه كان هاجس كبير شكون اللي غادي يشغل داك المركز، خصوصا لأنهم تعاقدوا مع لاعب جزائري ولكن ما قدرش يسد داك الفراغ اللي خلى عطية الله. إذا بالتوفيق لعطية الله مع نادي الوداد، كنتمنى له التوفيق. أما بالنسبة لنادي الرجاء بعد الخطوة ديال جمال حركاس اللي انتظر رد الرجاء في ظرف 15 يوم لتمكينه من المستحقات ديال المادية ولم يفعل ذلك مكتب الرجاء ليصبح بذلك لاعبا حرا، وراسل الجامعة للدفاع عن الحقوق دياله صار كل من روجي أهولو ويسري بوزوق على نفس خطى حركاس، حيث قام بمراسلة مكتب الرجاء الرياضي من أجل منحهما مستحقاتهما المادية العالقة، وحدد أيضا مدة 15 يوم، وفي حال أنهم ما توصلوش برد من الرجاء فإنهما غادي يلجؤوا لجنة نزاعات تابعة للجامعة لاسترداد الحقوق ديالهم المادية. إذا
حشومة يعني لاعب في نادي الرجاء، يعني عارفين بأنه الرجاء كيعاني ماديا وهكاك شي لعابة يعني كيلعبوا في الفرقة وفي الاخر كيطعنوا الفريق. يعني بإمكانك تنتظر شوية حتى تصلح الأمور ديال نادي الرجاء الرياضي، وديك الساعة طالب المستحقات ديالك. هما لا يعني بغاو دابا المستحقات، لا حول ولا قوة إلا بالله. كاين شي لعابة كيجيو يلعبوه باش يعرقوه ويموتوا على التوني، كاين شي لعابة كيجيو باش يتخلصوا ويمشيو، ولكن هنا خاص